تحياتي واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. خلونا قبل ما نبدا الحلقه ننوه لحضراتكم ان بعد شويه هيكون معانا تسريب من موقع العربي الحديث للمقاول الهارب الفاشل والكومبارس ايضا الفاشل محمد علي، لكن هيكون بعد شويه. قبل ما نتابع بقى قصه التسريب ده بتفاصيله، خلونا نروح لخبر ايجابي احنا شفناه النهارده وتابعناه. النهارده اليوم العالمي للمسنين، وبمناسبه اليوم ده اعلنت الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي عن مجموعه من الاخبار المفرحه جدا والايجابيه جدا، واللي بتعكس اهتمام مصر بتقديم كل سبل الرعايه لاهالينا من كبار السن، الفئه المهمه والعظيمه دي. منها زياده الدعم لبرنامج المساعدات كرامه 100 جنيه خلال شهر اكتوبر لحوالي 409 الف مواطن لمن يزيد العمر عن 65 سنه. كمان اعلنت الوزيره عن توفير وسائل نقل مختلفه وعامه للي فوق من 70 سنه مجانا، وتخفيض قيمه 50% لمن يتخطى 60 سنه. طيب احنا محتاجين نعرف تفاصيل اكتر عن التفاصيل المفرحه دي والاخبار المفرحه دي، خاصه كمان زي ما قلت لحضراتكم ان الفئه دي قد ايه فئه عظيمه جدا، قد ايه فئه بيتم استثمارها بشكل كبير جدا 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 في اي مجتمع فعلا محتاج ان هو يتقدم اكتر ويراعي هذه الفئات اجتماعيا قبل اي شيء تاني. قرارات المهمه دي في اليوم العالمي للمسنين، يعني اعتقد ان احنا قبل كده في مصر ما كناش يعني عندنا ثقافه الاهتمام بهذه الفئه بشكل كبير زي ده. احنا بنتكلم في اليوم العالمي للمسنين قد ايه لازم يكون في اهتمام، قد ايه لازم يكون في يعني اهم المقومات الخاصه برعايه هذه الفئه العظيمه جدا اللي هي تتشال فوق راسنا كلنا في المجتمع المصري. زي ما قلنا ان من اهم التفاصيل دي اللي احنا بنتكلم عليها ان زياده الدعم لبرنامج المساعدات كرامه 100 جنيه خلال شهر اكتوبر، الشهر اللي احنا فيه ده، لحوالي 409 الف مواطن للي بيزيد عمرهم عن 65 سنة. طيب كمان في إعلان عن توفير وسائل النقل العامة للي فوق 70 سنة مجانا، وتخفيض 50% لمن يتجاوز 60 عاما، وده طبعا يعني شيء مهم جدا في هذا التوقيت، وفي نفس الوقت يعني بيعكس قد ايه اهتمام نفسي جدا لهذه الطبقة المهمة جدا والفئة المهمة جدا عندنا، فئة العظيمة، فئة المسنين اللي احنا بنعتبرهم زي ما بنقول كده بركه كده في حياتنا. ربنا يا رب يديهم الصحه والخير والسعاده. معانا وزيره التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج عبر الصوت والصوره. معالي الوزيره تحياتي لحضرتك. اهلا يا استاذه ايه، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. يعني حضرتك اعلنتي على يعني معاكم النهارده، ده شرف لينا احنا. العفو. بعض التفاصيل المهمة جدا 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 حضرتك أكيد، خلينا نتكلم بصراحة كده، فئة المسنين يمكن السنين اللي فاتت ما كناش مهتمين بشكل كبير جدا بهذه الفئة العظيمة، وحضرتك برضو ما يخفاش عليكي أن الفئة دي قد إيه بيتم استثمارها في بعض المجتمعات الأخرى المتقدمة، وقد إيه بيكون ليها ناتج إيجابي جدا سواء جانب نفسي أو جانب اجتماعي بشكل كبير. القرارات دي في اليوم العالمي للمسنين يعني محتاجين أن احنا نتكلم فيها أكتر مع حضرتك. طيب أولا يعني بقول مسنين مصر في كل مكان كل سنة وأنتم طيبين، وبقول ان المسنين هم كرامة مصر ووقرها، هم الحقيقة يعني في اكتر من موقع، سواء في المنازل او في المؤسسات او في خارج مصر وداخلها او في اماكن العمل، وبقول ان هم يمكن يكونوا خرجوا من فترة الخدمة العملية لكن بدأوا فترة اخرى من العطاء، واللي ممكن نستثمر فيها بشكل كبير جدا. هما فيهم طاقات كامنة احنا اللي مش بنكتشفها، صحيح، واحنا اللي مش بن يعني بنبذل الجهد الكافي لتوظيفها، مع ان هما ثروة كبيرة يجب ان نستثمر فيها فعلا ونستفيد من حكمتهم وخبرتهم وعطائهم. لديهم الكثير اللي يعطوه للمجتمع المصري، ولكن يمكن احنا يعني انا الاوان ان احنا
نفتح الأبواب لهم أن يبرزوا ما يستطيعوا أن يعطوه. وبقول وإن هم كانوا دايما بنقول عليهم في خريف العمر، لكن ما زال في قلوبهم ربيع الحياة، ويعني وبنستفيد منهم وكل حاجة. طيب بالنسبة بقى لحزمة الهدايا اللي احنا بنقدمها ليهم النهاردة، اولا احنا بنقدم ليهم يمكن في ملف خاص بوزارة النقل ووزارة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بنقدم ليهم اللي هم يعني يمكن المسنين فوق 70 سنة هيبقى في اعفاء كامل من المواصلات العامة. يعني مش هيدفعوا حاجة خالص في المواصلات العامة، اذا كانت السكة الحديد، اذا كان المترو، النقل العام. وعلشان اوضح، احنا مش بتكلم على المواصلات الخاصة، بتكلم بمواصلات العامة. الهدية التانية اللي بنتاحها النهاردة بنتاحها من لأصحاب المعاشات اللي هم 80 سنة فأكثر، إن هيتم توصيل المعاشات للمنازل إلا لو المسن نفسه لا يرغب في توصيل المعاشات لأنه بيتنقل من مكان لآخر. لكن إحنا حفاظاً على صحته وعلى وقته وعلى طاقته وعلى مخاطر أي مخاطر قد يراها في الطريق، فإحنا بنتيح خدمة توصيل المعاشات للمنازل، ده بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيسها ورئيس مجلس الإدارة اللواء جمال عوض. تالت هدية بنقدمها النهاردة هم للمستفيدين من الدعم النقدي كرامة. الحقيقة هم يمكن كل شهر بياخدوا 450 جنيه، هنزود 100 جنيه على 450 لشهر أكتوبر فقط، وهيبقوا 550. ودي يعني هدية صغيرة من أحد الهدايا اللي بنقدمها ليهم، وبنقول لهم كل سنة وانتم طيبين. يمكن بيصادف يعني عيد المسنين هو 1 أكتوبر، وعيد النصر وعيد أعياد أكتوبر وعيد الكرامة والعزة، فهم يعني هم جزء من هذه العزة وجزء من هذه الكرامة. فيعني بنقول كلنا يعني كلنا بكرة أو بعده هنكون مسنين. وبقول لكل واحد يعني أنت النهاردة يوما ما ستصبح مسن، فأنظر إلى ما أنت صانع وما أنت زارع، لأن بكرة هنحصد اللي احنا بنزرعه وبنصنعه. فبأوصينا جميعا وبأحمل نفسي هذه المسؤولية من خدمتي كوزارة التضامن الاجتماعي، وليس فقط كوزارة ولكن كإنسانة مصرية، يعني في مصر أرض العطاء، وبسأل أن كل مصري يبذل قصارى الجهود في دعم المسنين، في حفظ كرامتهم، في مساعدتهم، في إتاحة الفرص لهم للعطاء. أرجوكم ما نحلهمش للمعاش، هم توقفوا عن العمل لكن لديهم الكثير ما يعطون. فيعني خلينا نفتح الأبواب ليهم ونسمعهم أكثر، ونتيح لهم يعني فرصة يخدموا مصر، لأنه ما خدموها كتير بس ما زالوا قادرين على خدمتها أكثر. طيب لو احنا بنتكلم مع حضرتك معالي الوزيرة في فكرة يعني استثمار هذه الفئة بشكل كبير، ده من خلال مثلا سواء الفئة المسنة اللي هي بالفعل يعني موجودة في مع أهلها ومع بيوتها أو في بيوتها، وكمان بنتكلم في دار المسنين أو تطوير نوادي المسنين، يعني الأماكن التي يتواجد فيها هذه الفئة العظيمة أخبارها إيه؟ بص هيك، هو احنا مبدئيا 12% تقريبا من الدعم النقدي رايح للمسنين باجمالي في سنويا ما يخرج من 3 مليار جنيه، فده غير اصحاب المعاشات اللي هم اكتر من 240 مليار جنيه بيذهب لملف اصحاب المعاشات، حوالي 7.4 مليون ملف معاشات للمسنين للدعم النقدي زي ما قلنا 12% اللي هم حوالي 460 ألف مواطن. عندنا كمان 167 نادي مسنين
يعني بنديله اجمالي ما يقرب من حوالي 7 مليون جنيه للنوادي، بيمارسوا فيها انشطتهم، بيجتمعوا، بيبقى في بعض الخدمات الترفيهيه والثقافيه، بيعملوا حفلات، بالحقيقه بيبقوا سعداء جدا. ويعني يمكن بنفتح المجال كمان لاسر اخرى والمشاركين تانيين بيحتفلوا معاهم. عندنا ايضا 170 دار رعايه للمسنين، يعني فيها ما يقرب من حوالي 5000 مسن. يمكن في جزء كبير منها مدفوع، لكن وفي جزء غير مدفوع. الحقيقه يعني احنا يمكن في ازمه كورونا ووضحت قد ايه رعايتنا للمسنين، لان نسبه المسنين الوفيات الوفيات اللي حدثت في مؤسسات المسنين اقل من 0.1%، يعني اقل من 0.1% وفيات. ده بيعكس قد ايه احنا كنا حريصين جدا ان احنا نعمل تعقيم للمسنين مع جمعيه الهلال الاحمر وجمعيات اخرى، تعقيم، رعايه، ماسكات، كان في توزيع اغذيه، كان في توزيع منظفات اكتر. فالحقيقه يعني يمكن في دور الرعايه للمسنين احنا بنوليها اهميه كبيره، ولو في اي مشكله بنفتح المجال ان احنا نسمع لهذه المشكلات او الشكاوى، واحنا على اتم استعداد لعلاجها. لكن كمان احنا بندرب القائمين على رعايه المسنين، ويمكن كنا كمان عملنا تدريب على رفيق المسن علشان نتيح خدمه رفيق المسن. ايضا لدينا ما يقرب من تقريبا 18 مؤسسه كبار بلا مأوى. يمكن في السنوات الاخيره بدانا نقدم خدمات لمؤسسات او للكبار بلا مأوى اللي موجودين في الشارع، والشارع ليس مأوى للمسنين. المسنين الحقيقه يعني مكانهم المؤسسات ومكانهم فوق رؤوسنا، يعني يعني هيبقى خجل علينا لو راينا مسن في الشارع، وهذا لا يليق بمصر ولا يليق بمواطن مصري. فيعني بنتعهد ان شاء الله كمان في الشهور القادمه نبذل كمان حملات اكتر واكتر عشان نمنع تماما ان يكون في مسنين في الشوارع. واخيرا في كمان شهاده رد الجميل اللي بيقدمها بنك ناصر الاجتماعي. يمكن الشهاده دي احنا بندي فيها اعلى سعر فايده، ويمكن كان اثير بعض عايزه اقول الشائعات ان الشهاده توقفت. لا، الشهاده لم توقف، هي يمكن كان في يومين بتعدل فيها سعر الفايده. يمكن سعر الفايده لما نزل من 15 ل 13 اللي هو فوق الثلاث سنين، ويعني وفي الحد الادنى بتاعها الربع سنوي اللي هو تقريبا ب 10 وربع، ده مش اقل، هو ما زال اعلى نسبه فايده في السوق. نسب الفايده في السوق قلت بشكل عام، لكن احنا ما زلنا اعلى نسبه فايده موجوده هي لشهاده رد الجميل. ايضا لدينا الهلال الاحمر وكثير من الجمعيات اللي في الازمات، في السيول، في اي حاجه بينزل باساطيل العربيات نجيب اي مسن من طوارئ، من ازمات، في لا قدر الله منازل بتسقط. الحقيقه يعني دايما في الهلال الاحمر وغيرها من جمعيات الاغاثه، عندنا 26 مركز اغاثه على مستوى الجمهوريه، فسواء في السيول او في ازمات الطوارئ، فالمسنين هم اول واولى من نقدم لهم الخدمات. طيب معالي الوزيره، هل في يعني بعض الارقام اللي ممكن نقدر نتواصل فيها مع وزاره التضامن الاجتماعي لمن يعني يرى في بعض الشوارع المصريه كبار سن بلا مأوى من فئة المسنين، وهل في حصر لأعدادهم بشكل كبير جدا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع بعض المؤسسات الأخرى؟ احنا اولا يمكن السنتين اللي فاتوا كان في تركيز عالي على ان احنا نجمع المسنين بلا مأوى او الكبار بلا مأوى. عندنا حوالي 17 عربية صغار وكبار بلا مأوى، عندنا اضفنا عليهم كمان يمكن اكتر من 5 عربيات للتدخل السريع.
قريبا جدا سنطلق مع وزارة الاتصالات، وبشكر زميلي على الهواء الدكتور عمرو طلعت، في ان احنا هنطلق تطبيق جديد علشان نقدر نوصل بيها يعني لأي مسن، أي مواطن بيشوف أي مسن في الشارع هيصور المسن دوت وهيبعت عن طريق التطبيق، هتنزل مباشرة عربية أو سيارة من التدخل السريع علشان تقدر يعني تحمل هذا المسن أو تقله إلى أحد دور الرعاية أو تبحث عن أسرته، لأن في بعض من هؤلاء الكبار بلا مأوى اللي موجودين في الشارع ربما يعني يكونوا أسرهم بيدوروا عليهم، لأن بنحاول نلم الشمل ونجمع بينهم وبين أسرهم وقريبا إن شاء الله بيكون عندنا قاعدة بيانات مش بس للكبار بلا مأوى اللي هم حوالي حتى تاريخه رصدنا حوالي 7000 قدمنا لهم خدمات، منهم من رجع لأسرته، منهم ما كانوا في المؤسسات، ومنهم كان يمكن فخامة الرئيس في آخر لقاء معه أيضا هو يعني وجه بحصرهم وبإنشاء قاعدة بيانات منهم مدققة علشان نقدر نقدم لهم المأوى، يعني أيا كان هذا المأوى، في مؤسسة، في أسرته، في سكن اجتماعي، في سكن كريم. فالحقيقة يعني إحنا لن نقلوا جهدا إن إحنا مش هقول إن هم مستنيينهم، إحنا هنروح عشان نبحث عنهم، ودي مسؤولية المواطنين إن هم يدلونا لو في أحد منهم إحنا ما شفناهوش أو لم نصل إليه، فدي مسؤوليتنا كمصريين جميعا. والحقيقة جهود تحسب لوزارة التضامن الاجتماعي وتحسب للدولة المصرية في الاهتمام بهذه الفئة المهمة جدا جدا جدا، فئة المسنين. وزي ما قلت لحضرتك في بداية الفقرة إن ده يعني بيواكب الدول الحديثة والمجتمعات المتقدمة في الاهتمام بهذه الفئة واستثمارها. إذا أردنا يعني أن نسأل في نقطة استثمار هذه الفئة، يعني من يريد أن يستثمر وقته في البيت من فئة المسنين، هل مثلا وزارة التضامن الاجتماعي بتخطط في الفترة اللي جاية يبقى في استثمار لهذه الفئة بشكل كبير جدا، خاصة وحضرتك قلتي أن في يعني فئة كده بتراعي المسنين اسمها رفيق المسن وبيتم تأهيلها بشكل أو بآخر، هل الوزارة ليها خطة في ده؟ الوزارة ليها أكتر من خطة، يمكن إحنا يعني عايز أقول بنفتح باب التطوع للمسنين الذين لديهم القدرة على العطاء، القدرة الصحية العقلية العطاء، يعني إحنا بنفتح أبواب التطوع ليهم. هينزل إن شاء الله على الموقع الإلكتروني بتاعنا اللي هو يعني نموذج التطوع. لو ما فيش عنده خط إلكتروني أو عشان يقدر يوصل للموقع الإلكتروني يكلم رقم 150، هيتاخد منه إن شاء الله بياناته، وإحنا بنرحب بيه عن طريق جمعياتنا المشاركة معنا والشريكة معنا في دواء. رقم 150 ده للمتطوعين في رفيق المسن يا فندم، ولا للمسنين نفسهم هم اللي يكلموا 150؟ يعني ده لرفيق المسن نفسه ولا للمسن؟ هذا أو ذاك يعني الاثنين يا فندم أستاذ إيه. تمام. هو ممكن يقدم يقول أنا عايز أتطوع عشان أخدم مسن، أو ممكن هو المسن نفسه اللي عايز يتطوع. تمام. رقم 150 مخصص لأكتر من حاجة بس منهم المسنين. في أيضا تجربة كانت بالذات للأطفال بلا مأوى أو الأطفال فاقدي الرعاية زي الأيتام كريمي النسب اللي بيبقوا موجودين في مؤسسات الرعاية، بنفتح المجال للمسنين إن هم ييجوا هؤلاء المؤسسات يكون عندهم شوية وقت مع الولاد. الولاد محتاجين حنان الأب والأم، محتاجين أحيانا حنان الجد والجدة، فيعني احنا والحقيقه احنا اللي محتاجينهم، احنا يعني عايزين حنيتهم وعايزين تربيتهم الجيده وعايزين مراقبتهم للاطفال،
وعايزين صحبتهم وعايزين حاجات كتيرة قوي للأطفال الكريمي النسب أو الأيتام، هم فعلا محتاجين المسنين. احنا كان لينا تجربة جمعنا بين دور الأيتام ودور المسنين، وكان بيحصل مزج أو دمج ما بين هؤلاء وهؤلاء. يمكن المسن بيبقى سعيد وهو بيتعامل مع طفل، الطفل ده بيجدد حياته، بيحسسه بالعطاء، بيحسسه بالحب، بيديله طاقة إيجابية. يعني الأنشطة اللي ما بين دار الأيتام ودار المسنين دي تمت بالفعل ولا ده مجرد مقترح يعني في الفترة اللي جاية؟ لا، تمت في أكتر من موقع، تمت في اسكندرية، تمت في القاهرة. احنا كنا الأول بنجربها عشان نشوف مدى نجاح التجربة، كان نتائجها إيجابية جدا، حتى أطفال بلا مأوى وكبار بلا مأوى كنا برضو بنجمع ما بينهم علشان نقدر نجمع بين الأجيال المختلفة اللي محتاجة بعضها. لكن احنا أما بخصوص المتطوعين في مؤسسات الرعاية فهم موجودين واحنا بنفتح لهم الأبواب وهم على كامل الترحاب، ويعني احنا على استعداد نقدم لهم كل حاجة. انا بس كمان يعني بوضح ان احنا كمان بندرب اللي هم اخصائيين اجتماعيين والنفسيين. انا اعتقد ان الدعم النفسي في للمسنين ما زلنا متاخرين فيه احنا كتضامن. يعني عايزه اقول كمان كمصر بشكل عام نتمنى ان يكون في دعم نفسي اكثر واكثر، نتمنى يكون في اخصائيين نفسيين في المؤسسات الرعاية الاجتماعية، في المؤسسات الصحية، في المنازل، يكون في تأهيل للأطفال وللأسر في المنازل. طب ده ممكن يحصل إزاي يا معالي الوزيرة؟ يعني دي نقطة مهمة جدا حضرتك بتتكلمي فيها، فكرة التأهيل السايكولوجي أو التأهيل النفسي اللي موجود لهذه الفئات المهمة، سواء كانت من فئة المسنين العظيمة أو فئة كمان الأطفال بشكل كبير جدا في النشأ. ده يعني ايه المقترح او ايه الاستراتيجيه اللي ممكن تكون بتفكر فيها وزاره التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسات الدوله المختلفه عشان النقطه المحوريه دي تتحقق فعلا على ارض الواقع في مصر؟ بصي حضرتك، هو الجزء الخاص بالتطوع تقصدي ولا لا إيه؟ التاهيل النفسي بالنسبه للاخصائيين الاجتماعيين لبعض الاقسام مثلا في كليات، لبعض التخصصات اللي ممكن تكون موجودة بعد كده في الجامعات المصرية. يعني أنا بقول لحضرتك بصوت عالي أو بفكر بصوت عالي مع حضرتك، لكن المقترح أكيد في وزارة التضامن الاجتماعي موجود على أرض الواقع. إحنا في وزارة التضامن الاجتماعي عندنا يعني إن شاء الله في قبل نهاية عام 2020، قبل ديسمبر 2020 هنكون أطلقنا قانون المسنين. إن شاء الله هنتقدم به في آخر هذا الشهر لمجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب. لدينا أصلا أيضا استراتيجية حماية ورعاية وتمكين المسنين، لأن أنا بقول تمكين المسنين لأنهم ليسوا جميعهم ضعفاء، صح. إحنا نستضعفهم أحيانا. إحنا كمان بنعمل أكتر من مركز دعم وتأهيل نفسي في المحافظات المختلفة كوزارة التضامن. أيضا بنتعاون مع المصحات نفسية، مع أكتر سواء حكومية أو أهلية. في جزء خاص بالأخصائيين النفسيين، بنزود عدد الأخصائيين النفسيين علشان يقدموا خدمات للمسنين سواء كانوا في مؤسسات الرعاية اللي تحت مظلتنا مباشرة أو لتأهيل من يبغي التأهيل في المنازل. في جزء كبير محتاج توعية، محتاج توعية للي عنده مشكلة نفسية احنا مش قادرين نفهمها، محتاجين نوقر كبرنا اكتر من كده، محتاجين نرجع لهم تاني ان الولاد تعرف قد ايه المسنين دول عملوا جهد على مدار حياتهم، قد ايه هم يستحقوا الاحترام، لان اعتقد ان ده مهم قوي ان احنا نأهل اطفالنا. فاحنا في شراكة مع اكتر من يعني مؤسسة نفسية سواء حكومية او اهلية علشان نقدر نقدم للمسنين هذه الخدمة سواء كانت تحت علاج أو تحت جلسات نفسية أو تحت حتى إن احنا نسمع لهم بيفضفضوا، صح. يعني فإحنا في حاجة إلى دراسة هذا المجال بشكل جيد.
واحنا ان شاء الله نتعاون فيه مع زملائي من وزاره الصحه والسكان ومع يعني الحقيقه برضو المساحه النفسيه بالدكتوره منن عبد المقصود، زي ما تعاوننا مع يعني معالي الوزير الفريق كامل في النقل. يعني ان شاء الله دايما متعاونين يعني علشان نصل الى اقصى ما يمكن ان نقدمه الى المسنين، لانهم فعلا محتاجين. صحيح. طيب معالي الوزيره، يمكن نقطتي الاخيره مع حضرتك في حوارنا دلوقتي، وطبعا يعني بشكر حضرتك على هذا الوقت، ولكن النقطه الخاصه بقانون المسنين، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. لو بنتكلم ان هي قبل انتهاء هذا العام ستكون حاضره على يعني كل الساحات بشكل كبير جدا، خاصه في المجتمع المصري، لو بنتكلم على اهم النقاط اللي لازم تكون موجوده في هذا القانون، حضرتك ممكن تقول لنا ايه؟ يعني يمكن كان فخامه الرئيس اوصى بان نقدم كافه انواع الدعم بشكل ممنهج، يعني بشكل منظم. صحيح في بعض الخدمات موجوده مبعثره، يعني هتلاقيها في خدمه هنا، في خدمه هنا، في خدمه اصلا مفقوده، في خدمه موجوده بس الناس مش عارفاها، في خدمه الناس عارفاها بس مش عارفه تاخدها. فقلنا ننظم كل هذه الجهود في قانون واحد، سواء في حقوقهم في النقل، في الصحه، في الدعم، مش بس في الدعم، في الحمايه الاجتماعيه بشكل عام، في التامين الصحي، في التموين، في الاسكان، سواء في الاسكان، سواء في سكن كريم اللي موجود في القرى، او في الاسكان الاجتماعي اللي زملائي في بيقوم بيه الاستاذه مي عبد الحميد ومعالي الوزير عاصم الجزار، او في اسكان اخر اللي احنا بننقلهم الادوار اللي هي زي الدور الارضي او الى اخره، التسهيلات في الاجهزه التعويضيه او الاجهزه المساعده، في فرص العمل لمن يرغب في العمل، ومن يرغب يعني مش لازم هو خرج معاش بس عايز يكمل معاشه بجهد اخر، في مساله الاتاحه، لان اتاحه الطرق النهارده يعني لو هو عنده مش قادر يطلع رصيف، مش قادر يطلع سلم بتاع مترو، ففي الحقيقه خدمات كثيره جدا هتلاقي كل وزاره ليها، في المسارح، السينما، الاماكن السياحيه اتاحتهم واعطائهم تخفيضات فيها، هم فرصه بقى بعد العمر يعني وهم في ربيع العمر ان هم يتمتعوا يروحوا يحضروا مسارح ويروحوا يحضروا اماكن سياحيه. ففي ايضا خدمات ليهم في القانون الجديد، ده كله مطروح، فهتلاقي تحت كل وزاره في خدمات كثيره، فان شاء الله نوفق فيها ان شاء الله. والاهم من كده يعني سرعه التنفيذ مع الوزيره، زي ما حضرتك قلتي ان قبل انتهاء هذا العام يعني سيكون هذا القانون حاضر على أرض الواقع، وده مجهود يعني عظيم جدا ومشرف لمصر ولوزارة التضامن الاجتماعي في الاهتمام بهذه الفئة العظيمة جدا جدا جدا، فئة المسنين. وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباش، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مجهودنا ومجهود وزارة التضامن الاجتماعي بحماية أهالينا من هذه الفئة الكريمة العظيمة الشريفة اللي على رأسنا من فوق، أهالينا من المسنين، ربنا يديهم الصحة يا رب والعمر. وطبعا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل اللي يعني عكستيها من خلال هذا الحوار. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم بدليل وتسريب للمقاول الفاشل والكومبارس الفاشل محمد علي من موقع العربي الحديث. بعد الفاصل هنشوفه مع حضراتكم ونشوف الدليل كده بقى ونفصصه مع بعض كده باللغة العامية، زي ما أنا بحب أتكلم كده مع حضراتكم دايما. نرجع تاني بعد الفاصل. أبجني تجدني، معلش يعني أنا بقى إيه بتكلم معاكم كمصرية كده، لا سكريبت ولا أوتوكيو ولا الكلام ده كله، زي ما تعودت كده وسمحت لنفسي إن أنا أحتل مكانة
في بيوت حضراتكم واكلمكم كمصريه مش كمذيعه خالص ولا الكلام ده كله. أبجني تجدني، ده المبدا اللي ماشيين بيه كلهم في الجماعه الارهابيه، خاصه هذا الخائن محمد علي. لو بنتكلم لا بقى تقولي ثوره ولا تقولي فنكوش ولا فكره انزلوا الميادين والتظاهرات ومصر وبنقذ مصر والكلام التمثيل ده، اللي بيحكم الناس دي او العرايس دي هو الفلوس، فلوس بس. زي ما بقول دايما لحضراتكم، معلش هو ده مبدأهم، أبجني تجدني. هتدفع كام يا باشا؟ هتلاقيني أبيع؟ أبيع. أبيع بلدي؟ أبيع بلدي. أبيع وطني؟ أبيع وطني. أبيع أهلي؟ ده أنا أبيعهم كلهم. أبيع كل اللي أعرفه؟ طبعا يا باشا، بس أبجني تجدني، أبجني تجدني. فلوس هجيلك، تدفعلي هجيلك، هتدفع لي اكتر هبيع اكتر، حتى لو مصر، حتى لو مصر، حتى لو استقرار بلدي، حتى لو استقرار بلدي، حتى لو انا عايز انشر الفوضى طبعا انشر الفوضى، المهم انا أبجني تجدني. لازم يا باشا ادفع لي اكتر هتلاقيني اكتر، ببيع اكتر هتلاقيني معاك، مش قوي يبقى انت قصرت في أبجني تجدني على طول. ده المبدا اللي هم ماشيين بيه، الغاية تبرر الوسيلة بغض النظر عن شرعية الوسيلة من عدمها. ده المبدأ اللي هم ماشيين بيه، وده أكبر دليل إحنا بنتكلم فيه، ودي أكبر حقيقة إحنا بنحاول إن إحنا نقولها لحضراتكم، أبجني تجدني. طيب الكلام اللي أنا عمال يعني عمال أزيد فيه وأقول فيه، موقع العربي الحديث كشف لنا حقيقة من خلال تسريب لهذا الفاشل، لهذا الكومبارس الدرجة الثانية الفاشل المقاول الهارب محمد علي. نشوف كم كلمة فلوس اتذكرت في الكام ثانية اللي احنا شفناهم، كم مرة ذكر كلمة فلوس وبالتوازي ذكر كلمة قطر معاه. لو نركز مع بعض شوف كم مرة هذا الكائن أو هذا الشيء ذكر الفلوس وذكر بالتوازي معاها قطر، بس كده. دي مجرد حتى من غير ما نسمع يعني هو بيتكلم في ايه وايه الكواليس. وحط قطر اول تارجت ليك، اول هدف ليك عشان الفلوس. طيب معلش معلش يعني